القناع التاني اللي بيتهم بيه أستاذ إبراهيم عيسى هو قناع الطناش، يعني طنش تعش تنتعش. مثلا على سبيل المثال أستاذ محمد الباز كان بيرقص الجريدة اللي حضرتك أسستها وهجمك كتير جدا على نفس الصفحات، حضرتك ما ردتش وده حضرتك بتعمله كتير، ولكن اتفاجئنا ان حضرتك طالع في حوار مع أستاذ محمد الباز فتقال انه الطناش كان حاصل لانه في النهاية المصالح بتتصالح، وانه أستاذ إبراهيم عيسى كان عنده وجهة نظر لما ما كانش بيرد. هو ايه المصالح؟ مش عارف، قول لنا بقى. انا منهجي في الحياة انني لا ارد، وساستمر حتى اموت لا ارد ولا أعلق على من يهاجم أو يتهجم أو ينتقد أو يعني. طيب ممكن حضرتك ما تردش، أنا متفهمة حضرتك كمان ما ردتش على مجدي الجلاد، ما ردتش على ناس كتير، على مصطفى. يا قائمة طويلة جدا، قائمة طويلة جدا، قائمة طويلة جدا. حضرتك ما ردتش على حد، بس ظهور حضرتك معاه في حوار كان بالنسبة لي غريب. هو قال إبراهيم عيسى لا يعبد إلا نفسه مثلا، إبراهيم عيسى مصاب بالتضخم، التضخم في الذات، مليارديرات الصحافة، نشر حسابات حضرتك البنكية، يعني إزاي يعني عدم رد حضرتك؟ أنا متفهمة لأنه متكرر، ولكن ظهور حضرتك معاه في حوار كان غريب جدا. والله كانت دعوة كريمة ولطيفة جدا منه، كان حوار. دعوة كريمة ولطيفة من شخص يسيء لي، أساء لي مرارا وتكرارا. لا، ما هو يا حكاية، ما هو ما ليه ما تعتبريش إن الدعوة دي هي بمثابة العودة عن الإساءة؟ يعني ليه ما تعتبريش بالمنطق شكل من أشكال الاعتذار؟ يعني مش هقول اعتذار، لأنه أنا لا أملك إن أنا أضع يعني صفات وتوصيفات لتصرف شخص يعني على لسانه أو وصفا له بينما هو لم يقل. لكن ليه ما تعتبريش إن ده جزء من النقاش الطبيعي اللي فيه تسامح وتعدد وتنوع مع كل الأطراف؟ ولا بأس. منى، مهما بذلت من جهد أنا مش هتنتزع مني هذا القناع، يعني قناع الطناش. مش قناع خالص، مش بالعكس، ده هو منهج والتزموا غيري من أساتذتي، تعلمت منهم وعلى يديهم هذا المنهج. يعني قناع الطناش منهج ما اسموش طناش خالص، يعني لم أنا لم أقرأ عن أو من الموسيقار العظيم محمد عبد الوهاب ردا على من عاش عمره كله يتهمه، يتهم عبد الوهاب بأنه اقتبس أو أنه سرق أو أنه عمل